انا اساسيه من هالتوقعات وكذا، فانا حقول مصر عشان تغلب المغرب، فحظ سعيد لمصر عشان المغرب هي اللي تكسب. لا لا لا، حظ سعيد للمغرب. ده انا عارف شو بقول، يعني لغلغ في المغرب ناطرين، لما بنقول المغرب كله بيمشي على المغرب، فخلينا هو نحفظها من العين. اي طيب ماشي، وتمام ضرب الله. حظ سعيد للفريق المنتخب المصري، وانا قلبي مع المغرب، ولكن بنقول مصر حتاخذ الحكي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.